السلام عليكم، مرحبا بكم في هذه النشرة من تورينو ويب نيوز. تواصل مدينة تورينو تعزيز حملات توعية بشأن القضايا البيئية، وبعد التجربة الإيجابية للأسبوع الأوروبي لحد من النفايات، فقد خصصت وزارة البيئة من 20 حتى 25 مارس المقبل لقاءات حول الاستدامة البيئية. وستكون أيضا فرصة لتوزيع المواطنة أكياس من القماش التي يعاد استخدامها من أجل تعزيز مفهوم وأهمية تقليل النفايات. ينص الفصل التاسع في مادة العمل المنزلي فيما يخص علاقة العمل كخدام في البيوت أنه من حق هذا العامل أو العاملة أن تستفيد من التكوين المهني سواء كانت مدة العمل محدودة أو دائمة، شرط أن يكون العامل قد مر عليه 12 شهرا من مزاولة الخدمة لدى رب العمل أو 12 شهرا من الأقدمية. ويمكن في هذه الحالة أن تتم الاستفادة من 40 ترخيصا كعدد إجمالي في السنة، وذلك من أجل متابعة دورات التكوين المتعلقة بالمساعدة المنزلية، أي أن التكوين سيجب أن يكون له علاقة بخدمة الأسرة. وينص الفصل التاسع المتعلق بهذا الشأن أن تتم هذه الترخيصات معوضة، أي أن الساعات التي تابع فيها الخادم أو الخادمة التكوين المهني يتم أداء الأجرة عنها. تنظم دار الشعوب لاكازا دي بوبولي سلسلة من الاجتماعات وعروض فيديو حول الاستعمار البريطاني في الهند والاحتلال النازي في الدنمارك، قصص للهجرة من إثيوبيا وإريتريا عن طريق ليبيا، قصص لاندماج الغجر، وذلك يوم 25 مارس 2010. وتأتي هذه السلسلة من اللقاءات ضمن مشروع السلام التي تهدف إلى تحسيس الشباب بمسارات السلام وإظهار تجارب من التاريخ على الاحتجاج الغير العنيف. للمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال بالرقم التالي. ينظم متحف الفنون الشرقية في شارع سان دومينيكو 11 بتورينو بتعاون مع المركز المتعدد الثقافات موعدين لجلستين في متحف الفنون، وذلك يومي السبت 26 مارس من الساعة 10 صباحا إلى الساعة 12 بعد الزوال تحت عنوان حكايات عن الشرق لنلتقي في الماو. الجلسة الأولى ستكون عامة، أما الثانية فتتخصص للحديث عن جناح الفن الإسلامي والفن الصيني بالمتحف مع حضور خبراء من المتحف وآخرين الناطقين باللغة العربية والصينية، والدعوة عامة ومجانية. يوم السبت 20 مارس ستتحول مقاهي ومطاعم ساحة فيتوريو بتورينو إلى أماكن الاستقبال للمواطنين وتقديم المشروبات، وذلك ابتداء من الساعة 7. وسيمثل كل مقهى بلدا معينا، حيث ستشارك تقريبا جميع البلدان الأجنبية، وقد أتت البادرة بدعم من جهة البيامونتي ليعلو الصوت ضد العنصرية ضد الأجانب الذين يشكلون دعامة قوية في الاقتصاد الوطني والبنايات الاجتماعية. كما سيعرض على الساعة 2 مساء فيلم العالم الجديد لكريالازا بسينما إمباير. انطلقت فعاليات الدورة الخامسة لتظاهرة اللقاءات الدولية للفيلم الوثائقي بتونس بشارع جديد بعنوان كما قال الشاعر. يتناول حياة الشاعر الفلسطيني الكبير الراحل محمود درويش الذي أقام سنوات طويلة في تونس وأحيا كثيرا من الأمسيات الشعرية بمختلف الفضاءات الثقافية بالمدينة. وتدوم مدة عرض الشريط 65 دقيقة، وهو رحلة بصرية ومحاولة للاقتراب من عوالم حياة محمود درويش، حيث تأخذ الكاميرا المشاهدين إلى مدن ومنازل ومسارح وشخصيات عرفوا الشاعر وأحبوا شعره. ويتخلل الشريط صوت درويش وصوت شعراء وكتاب من العالم يقرؤون شعره الذي سيستعرض ذكريات جيل كامل من الثقافة العربية. لقد كانت هذه آخر أخبار هذا اليوم، دمتم في رعاية الله والسلام عليكم.